السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي والداري مع هند. اليوم ان شاء الله غنقترح لكم خيمات كيجيو معمرين بحشوه جد اقتصاديه ولذيذه. كتجي الحشوه مزعفه في المخمار ديالنا كلها وما كتجيش نهائيا خارجه. جميع الاسرار غادي نعطيهم لكم ان شاء الله في فيديو، خصوصا المبتدئات اللي ما كينجحش معهم المخمار معمر وما كتجيهمش الحشوه نهائيا مزعفه. غندوزو بسم الله على بركه الله للمكونات. عندي هنا جوج الكيسان بالعبارة ديال كأس العنبة ديال الفينو اللي هو السميد الناعم، وعندي ثلاثة الكيسان ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، المجموع هو 500 غرام، كل كأس كيوزن 100 غرام. عندي الخميرة الفورية تقريبا غادي ندير واحد المعلقة اللي كتكون عامرة بزاف كبيرة. غندير واحد جوج المعالق ديال السكر كبار يكونوا عامرين، يعني السكر حبيبات والسكر ثاني داك يخلي لنا معجنة ديالنا كيجيو هكا محمرين. هادو هما المكونات وكنجمعوا العجينه غير بالمدافي، من بعد غادي نضيف الملحه. الملحه خليتها هي الاخير حتى دلكت بها العجينه هكا باش ما كتخلبطش لينا الخميره، كتخلي لنا الخميره كتفاعل، يعني الملحه الا ضفناها هكا حدا الخميره كتقصد لينا الخميره. صافي نعجنوا العجينه عادي ديال بطبوط العاديه، يمكن لكم تعجنوها دلكوها باي اداه او روبو متوفر لكم في عجانه اللي متوفر لكم، تعجنوها حتى بيديكم، مهم نعجنوها حتى كترطق السر ديال المخمر باش كيجينا رطب وكيجي لذيذ مفشفش. هو العجينه ندلكوها مزيان حتى تولي ترطق بالكف ديال يدينا، يعني تولي هكا تترطق مره مره وحنا كنرشوا الماء وحنا كندلكوها حتى هكا كترطب، وفي نفس الوقت ما كتلصقش لينا نهائيا في يدينا. يعني معروف السيدات كيفاش كيعجنوا، مهم انكم تدلكوها مزيان حتى كتولي بحال هاد الشكل، يعني رطبه وفي نفس الوقت كندخلوا فيها صباعنا وما تتلصقش نهائيا العجينه، يعني كتكون ناشفه. نغطيها بواحد المنديل نخليها كتخمر وندوزو ان شاء الله نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا البصله الخضر هي اللي كانت متوفره، كتعطي مذاق لي زوين بزاف خصوصا لهاد المخامر. عندي حبه ديال الفلفله اللون ديالها احمر، يمكن لكم تستعملوا اي لون. هنا عندي الكورجيت او القرع الاخضر المحكوك، شويه ديال القزبور المعدنوس بالنسبه للتوابل، شويه ديال الكمون، سكينجبير، البزار، شويه الخرقوم، التحميره، والسر اللي كيعطيهم واحد اللذه وكيجيو هكا لذاذ بزاف هو العطريه ديال الحوت. يعني الا كانت هكا العطريه ديال الحوت او العطريه ديال اللحم كنديرها راه كتعطي مذاق المخيمرات زوينين، رغم ان ما فيهمش نهائيا اللحوم. كندير شويه ديال الزيت نباتيه في مقيله مع الخضره، نشحروها مزيان حتى كتبان، يمكن لكم تضيفوا حتى الجزر اللي كيكون هكا محكوك باش كيجيونا هكا محمرين. نستعمل زيت نباتيه وزيت الزيتون باش نقليو الخضر ديالنا، شويه ديال الملح والملح على حسب الذوق ديالكم، وكنضيف هكا ديك المكونات. جربوا هاد المخيمرات بعطريه الحوت ولا العطريه ديال اللحم، كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف، ما تشبعوش منهم رغم انهم بدون لحوم. صافي كنبقى مستمره حتى كنقلي المكونات كلها، ونحاول اني نخلي العطريه اخر حاجه باش هكا كيتقلاو لينا مزيان وكتشرب لينا العطريه في باقي الخضار، ونخليو الحشوه تبرد. يعني من بين الاسرار اول حاجه ديال المخمر هو كندلكوه مزيان تتولي العجينه تطرطق لينا بين يدينا. السر الثاني هو الحشوه ضروري تبرد تماما، يعني خاصها ضروري تبرد. ملي كنقربو نطفيو على الحشوه درت هنا الشعري ديال الارز اللي قطعتها مزيان بالمقص، كتخلي لنا المخامر ديالنا كيجيو ولذات بزاف. غير جربوها هكا في المسمن وفي المخامر راه كتجي لذيذه، ونحاول انني نخلطها مزيان باش كتزيد تشرب لينا ديك التوابل وكتزيد كتلذاد. ندير هنا معلقه ديال الهريسه باش كيعطيو هكا ديك الطيبه الحروره، شويه ديال الزيتون مقطع، ومن الاحسن هاد الزيتون مقطع واخا تاخذوه هكا مقطع، من الاحسن انكم تزيدوا تقطعوه خصوصا المبتدئات باش ما يخرجش لكم في وسط العجينه. يعني ضروري هاد الحشوه تقطع هكا قطع اللي كيكونوا صغار باش ينجح معكم المخمر ويجي هكا مقاد، ما تخرجش الحشوه نهائيا من الجنب تبقى هكا في الوسط، ضروري هادشي تقطعوه مزيان. هنا درت الشحمه ديال الكلوه، شحمه الكلوه كتعطي مذاق لجميع الحويجات اللي كنحضروها كبها الزوينين، ومن الاحسن هي يعني كنخليوها هي اخر حاجه فقط كتذوب لينا هكا غير ديك الحراره ديال الحشوه. كيف ما لاحظتوا العجينه بعد ما خمرات ما شاء الله يعني ضعف الحجم ديالها مزيان، غنحاول انني نخرج منها الهواء ونقطعها كويرات على حسب الرغبه ديالكم، تحضروا بهم خمرات صغار او كبار.
يعني الحجم كيبقى اختياري لكم، المهم اننا ضروري العجينه نخرجوا منها الهواء عاد كنقرصوهم هكا كويرات. من بعد غادي نديرهم هكا في الفينول كيكون هكا مسمد، او استعملوا السميده كيجيو هكا مسمدين، كيجيو صراحه زوينين. ونحاولوا اننا ما ندخلوش هذاك الفينو في داخل العجين باش ما كيجيوناش مدقصين. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكويرات ديالي كلهم، نخليهم يرتاحوا غير واحد 5 ديال الدقائق باش كيتبسطوا لينا بكل سهوله. والحشوه ديالنا كتكون بردات مزيان، يعني ضروري تبرد باش ما كتقطعش لينا العجينه وتكون ناشفه من الزيوت باش حتى هي ما تقطعش لينا العجينه. ناخذ اول كره ضروري نكرسوها كامل الجناب وفي الوسط كنخليه شويه غلي. صراحه هذه هي الطريقه ديال الام ديالي المعتمده عندها اللي دائما كديرها، وكيجيها المخمر شهوه منه، كيجي زوين ما كتخرجش نهائيا الحشوه، كيجي صراحه لذيذ ومفشفش. يعني هذه طريقه المعتمده عندها، دائما كتكرس العجينه من الجناب مزيان ومن الوسط غير شي شويه باش هكا الحشوه كتجي مزعه في المخمر ديالكم تماما. بالنسبه لكميه الحشوه ما تتكثروش بزاف، تديروا بعين الاعتبار على حسب الكميه اللي استعملتوا ديال العجين، يعني غديروا كم خميرات لي صغار ولا كبار، من الاحسن لكم ديروهم هكا بين وبين باش كيجيو هكا حلوين وكيجيو زوينين. صافي كيف ما لاحظتوا كنبقى كنجمع بحال اللي كنجمع في شي كموسه، يعني ضروري كتجمعوا في شي كموسه وما تتجبدوش العجينه. هنا الا جبدتوا العجينه كتقطع، غير كتبقاو كتجمعوا فقط، ومن بعد كتضيفوا لهم هكا شي شويه ديال السميده وكتبقاو مستمرين. يعني غادي نعاود نحضر معكم هكا وحده خصوص المبتدئات، كنبقى كنقرص من الجناب وكندير السميده ضروري باش ما كتلصق ليناش العجين ديالنا من الاسفل. كنقرصو من الجناب، كناكد على الجناب بزاف يعني في وسط العجين غير شويه فقط، وكنقلب العجينه باش نتاكد انها ما تلصق ليش. من بعد غادي نضيف الحشوه، يعني بالنسبه للحشوه ما تضيفوش اكثر من الجهد، يعني كديروا بعين الاعتبار على حسب الكره اللي درتو نتوما، وكتبقاو تجمعوا العجين. بالنسبه للعجين اللي غادي تجمعوا هكا هكا، كتجمعوا بحال هذه الطريقه، يعني تحاولوا انكم تجمعوا بحال اللي كتجمعوا شي كموسه، يعني ما تزيروش العجينه او تجبدوها بزاف باش ما كتقطعش ليكم. كنبقى مستمره كيف ما لاحظتوا هكا حتى كنكمل الكرات اللي عندي كلهم. بعد ملي كنبداو كنقرصوا كنقرصوا غير بشويه، يعني ما كنقرصوهمش يعني دغيا باش ما كتخرجش الحشوه. كناكد على داك الزيت، ومن الاحسن انكم هكا تقطعوه، وراه كيجيو صراحه منفوخين بحال ما فيهمش الحشوه نهائيا. كل ما قرصهم كنحطهم هكا في منديلي كيكون فرشاه، نحاولوا اننا نحطوهم باش كيرتاحوا لينا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ماشي بزاف، او طيبوهم مباشره ماشي مشكل، خصوصا المبتدئات يعني من الاحسن هكا باش ما كضيعش لكم العجينه. كل ما قرصتوا الوحده طيبوها. انا بالنسبه لي خليتهم يرتاحوا، كنسخنوا مقله اللي ثقيله او استعملوا اي مقله كطيبوا فيها هكا، يعني خديت انا غير المقله الثقيله وتنطيبوا المخمر ديالنا عادي كيف ما كنطيبوا البطبوط اللي كيكون هكا خاوي. هذا راه كيجي منفوخ رغم انه فيه الحشوه، كيجي صراحه فشفش ورطب، وكتجي الحشوه موزعه في المخماره ديالنا كلها. كنبقى مستمره هكا كنطيبو عادي وكنقلب بكل سهوله. كيف ما لاحظتوا راه كيبدا كيتنفخ لينا هكا من الجناب، ودائما النار كتكون شويه مرتفعه ماشي مهيله باش ما كيطفاش لينا المخمار ديالنا وكيجينا هكا لاصق. هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما كنطيبو، يعني كنبقى مستمره حتى كنطيب الكميه كلها. راه كيجيو مخمرات صراحه، يشهو منهم رطبين مفشفشين مهويين، كتجي الحشوه صراحه مزعره رغم انها كزيتون يعني بان فيهم، رغم انهم جاو خاويين من الوسط يعني تنفخوا ليا، جاو هكا منفوخين بزاف. غير تبعوا جميع الخطوات اللي عطيتكم هكا ديال المخمر، وانا متاكده غينال الاعجاب ديالكم وغادي تجربوا. اكيد ما تنساوش تخليوا لي ارائكم وتعاليقكم، لايك ديالكم، تشاركوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء. غادي نخليكم مع هاد الصور ديال الوصفات، اللي جميع هاد الوصفات غادي تلقاوها في القناه. نتمنى ان تشاركوها مع الاهل والاصدقاء. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه، مع السلامه، تحياتي لكم، شكرا على المشاهده.